مع بدء سريان الهدنة خلال الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، اتجهت عشرات العائلات الفلسطينية إلى المفترق الرئيسي والذي يربط المحافظات الشمالية بالمحافظات الجنوبية، ولكن ليس نزوحاً من الشمال إلى الجنوب، بل على العكس هي عودة للنازحين الفلسطينيين من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية في محاولة لكسر الحاجز الإسرائيلي الذي وضعه الجنود الإسرائيليين على شارع صلاح الدين. ولكن ما نتابعه هنا، رغم الاكتظاظ الشديد للعائلات الفلسطينية، هناك عائدون من هذا الحاجز نتيجة لإطلاق النار المستمر في تلك المنطقة منعا للعائلات الفلسطينية من العودة جنوبا إلى الشمال. سنتابع ونرصد لآراء المواطنين الفلسطينيين في هذه النقطة. مرحبا، أهلين. عرفني على حالك. ربحي عزام. ربحي، شو جاي تعمل هون؟ بدي اروح اشوف الدار. شو بدك تشوف بالبيت؟ من اي منطقة انت؟ من الزيتون. شو متوقع؟ احنا عندنا شحون، في شحن انحرق وفي عندنا معدات بدنا نحاول نهربها على الجنوب نشردها. ابنا جيش هذا عدمنا عدام، حرق شحن حقه 100,000 دولار. حرقهم بدون اي بدون ايش الشاشة الشحن بيعمل؟ ايش عمل له الشحن يحرقه؟ انت متوقع انك تقدر تمرق من الحاجز؟ لا بدي اموت بدي امرق. بدي اروح للشحوم اللي اجي مع الجنوب. طب هم ما بيسمحوا بدخول الاليات والسيارات. طب بدي احاول امرق، ايش بدي اسوي؟ بدي احاول المال ما عاد له الروح، ايش عمال؟ شكرا لك. مرحبا. احنا لنا شحن، لنا شحن غاد انحرق وكل دورنا تكسرت واكثر من شحن لنا. كلهم راحوا. بدنا مش ايش بدنا نسوي احنا لقيتها، مش عارف كيف بدنا نعيش بعديها اصلا. كيف ظروف النزوح؟ الظروف صعبة، صعبة جدا. ايش صاير الظروف؟ يعني الواحد مش متحمل اصلا يضل نازح، بده يرجع لداره، بده يرجع لحاله، لو عكم رادم بده يرجع. طبعا في هذه الزاوية للمواطنين الفلسطينيين القادمين من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية في محاولة للعودة إلى مناطق غزة والمناطق الشمالية، ولكن على الوجهة الأخرى من هذا الشارع هي عودة المواطنين من هذه النقطة تحديدا نتيجة لمنع الجانب الإسرائيلي من دخولهم إلى المناطق الشمالية. هذه الشاحنة هي محملة لعشرات العائلات الفلسطينية والذين يبدو أنهم قد عادوا مجدداً إلى المناطق الجنوبية، كانت محاولة للعودة إلى منازلهم ومناطقهم. سنستمع إليهم. مرحبا. أهلين يا عمي. عرفني على حالك. والله أبو وليد شاهين من الشمال. أنت جاي اليوم من الشمال؟ لا والله، إحنا كنا بدنا نروح ما خلوناش، بطخوا علينا. طخوا عليكم؟ طخوا، بطخوا صيب قاعدين. من أي ساعة طلعتوا؟ من الساعة 6 الصبح. كنت متوقع انك تفوت لغزة والشمال؟ اشي اكيد نرجع لبلادي، بس ما سمحوش لنا بالمرة، بطخوا علينا مباشر. شكرا لكم. طبعا هذا هو الحال، هذا الشارع الرئيسي هو شارع صلاح الدين والذي يربط المناطق الشمالية بالمناطق الجنوبية. محاولات للعودة من الجنوب إلى الشمال ولكنها على هذه الوجهة تبوء بالفشل نتيجة لإطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي المتمركز على بعد أمتار من هذه النقطة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.